ضمن فعاليات موسم الرياض أيضا أحيا 4 من نجوم الغناء اللبناني حفلا غنائيا ضم الفنانين عاصل حلاني، نجوى كرم، من حمزين وديانا حداد مساء أمس الخميس على مسرح الفنان أبو بكر سالم، الذي اكتظ بالحضور الجماهيري الغفير بأكثر من 6000 شخص. خلونا نشوف ردود أفعال الفنانين. والله كثير مبسوطة وسعيدة بهالمشاركة، يعني قلت شغلات انه فعلا ما كنا نتخيل بيوم الايام المملكة يكون فيها الحفلات الجماهيرية، بس شوفي الفكر السعودي والثقافة السعودية وهي كان لابد انه يكون في هذا الانفتاح الجميل، تستاهلوا وبالبقى لكم عن جد هالنشاط ما شاء الله غني عن تعريف. يعني انا حسب ما عرفت انه فيها اكثر من 3000 فعاليه، فشي رائع. يعني بشكركم من كل قلبي، وبدي اشكر طبعا هيئه الترفيه وعلى راسهم طبعا معالي المستشار تركي آل الشيخ، الاستقبال الرائع وعلى النظره الثاقبه، لانه انسان عنده فكر رائع عن جد، انا سميته روح التطور لانه ما شاء الله عليه. هذا البيت وركانه لك صوره على جدرانه. اول طلعه على الجمهور السعودي سعيد جدا مبسوط، لانه اللي بعرفه انا عن الجمهور السعودي انه ذواق للفن واذنه حلوه وخطير، وإلي الشرف. يعني هذا مجهود كبير، موسم الرياض كله بده مجهود عالي وبده سهر، بقى يشكر سعادة المستشار وكل اللجنة المنظمة. كل الفعاليات اللي عم تصير بالمملكة بتنم عن فكر كبير، نتمنى للمملكة كل الخير، والناس بالمملكة أول شيء أخلاقهم عالية. أكثر شيء لفتني الأخلاق وكيف بيتعاطوا مع الناس، شيء عن جد يقدر. إذا كانت هذه ردود أفعال الفنان من حمزين والفنانة ديانا حداد عن موسم الرياض. مو بغريب هذا الحب اللي اليوم يحظى فيه السعوديين، وأيضا هذا الحب اللي يحظى فيه الفنانين داخل السعودية، والنجاح اللي يتم تحقيقه اليوم عبر هالفعاليات المختلفة لموسم الرياض.